بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبه حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امراه له وهي حائض تطليقه واحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقه واحده حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضه اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العده التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقه قال واحده اعتد بها وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها، وقال ابو بكر فليراجعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض. فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض يقول أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن تطلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك حدثني عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه، أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها. حتى تحيض حيضه اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعده كما امر الله وكان عبد الله طلقها تطليقه واحده فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه اسحاق بن منصور اخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقه التي طلقتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني انه سال ابن عمر فحدثه انه طلق امراته تطليقه وهي حائض فامر ان يرجعها قال قلت افحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال: يطلقها في قبل عدتها. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير: قال قلت لابن عمر: رجل طلق امراته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فساله فامره ان يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له اذا طلق الرجل امراته وهي حائض اتعتد بتلك التطليقه قال فمه او ان عجز واستحمق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها: فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها، قال فقلت لابن عمر: أحتسبت بها؟ قال ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال مره فليراجعها ثم اذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه، وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما: ليرجعها، وفي حديثهما: قال قلت له: أتحتسب بها؟ قال فمه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه سمع ابن عمر يسال عن رجل طلق امراته حائضا فقال اتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فانه طلق امراته حائضا فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا فقال طلق ابن عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة: وحدثنيه محمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة، يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة، قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة: إنما هو مولى عزة. باب طلاق الثلاث حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج حا، وحدثنا ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابراهيم بن ميسره عن طاووس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحده فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن إبراهيم، عن هشام يعني الدستوائي، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن ابي كثير ان يعلى بن حكيم اخبره، ان سعيد بن جبير اخبره انه سمع ابن عباس قال: اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع عبيد بن عمير يخبر انه سمع عائشة تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت انا وحفصه ان ايتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: اني اجد منك ريح مغافير. اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت ذلك له. فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له. فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصه فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امراه من قومها عكه من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت اما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسوده وقلت اذا دخل عليك فانه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة، قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصه شربه عسل قالت جرست نحله العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفيه فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصه قالت يا رسول الله الا اسقيك منه قال لا حاجه لي به قالت تقول سودة: سبحان الله! والله لقد حرمناه! قالت: قلت لها اسكتي. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم، حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللغث له أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستامري ابويك قالت قد علم ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه قالت ثم قال ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قالت فقلت في اي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره. قالت ثم فعل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا. بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك. قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي، عن مسروق عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان، عن عاصم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران: حدثنا ابو معاوية عن الاعمش، عن مسلم عن مسروق، عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم اقبل عمر فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نسائه واجما ساكتا قال فقال لاقولن شيئا اضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رايت بنت خارجه سالتني النفقه فقمت اليها فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالنني النفقه فقام ابو بكر الى عائشه يجا عنقها فقام عمر الى حفصه يجا عنقها كلاهما يقول تسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا او تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الايه: يا ايها النبي قل لازواجك حتى بلغ للمحسنات منكن اجرا عظيما. قال فبدأ بعائشه فقال: يا عائشه إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلما ميسرا. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: "وإن تظاهرا عليه". حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمه بن عمار عن سماك ابي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك، قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة اقد بلغ من شانك ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت اشد البكاء فقلت لها اين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربه فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جزع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح الى الغرفه ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من اجل حفصه والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها ورفعت صوتي فاوما الي ان ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فادنى عليه ازاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد اثر في جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والانهار وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا قلت بلى قال: ودخلت عليه حين دخلت، وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله، بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير وكانت عائشه بنت ابي بكر وحفصه تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله اني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرًا، ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الايه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت انا استنبطت ذلك الامر وانزل الله عز وجل ايه التخيير حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني سليمان يعني ابن بلال، أخبرني يحيى، أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث، قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق، عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، قال فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال: فلا تفعل. ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا؟ وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى ادخل على ام سلمه لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي ام سلمه عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه قال فاخذتني اخذا كسرتني عن بعض ما كنت اجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الانصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه، فقلت رغم انف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقي إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر فأذن لي، قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث ام سلمه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت راسه وساده من ادم حشوها ليف وان عند رجليه قرضا مضبورا وعند راسه اهبا معلقه فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال اقبلت مع عمر حتى اذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير انه قال قلت شان المراتين قال حفصه وام سلمه وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنه ما اجد له موضعا حتى صحبته الى مكه فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال ادركني باداوه من ماء فاتيته بها فلما قضى حاجته ورجع، ذهبت أصب عليه، وذكرت فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر، وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس قال لم ازل حريصا ان اسال عمر عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالاداوه فتبرز ثم اتاني فسكبت على يديه فتوضا فقلت يا امير المؤمنين من المراتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة، ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة، وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني اميه بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امراتي فاذا هي تراجعني فانكرت ان تراجعني فقالت ما تنكر ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره احداهن اليوم الى الليل فانطلقت فدخلت على حفصه فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن كن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك من كن وخسر أفتأمن إحداكن كن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك هي اوسم واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشه قال وكان لي جار من الانصار فكنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فياتيني بخبر الوحي وغيره واتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم اتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم قلت ماذا اجاءت غسان قال لا بل اعظم من ذلك واطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصه وخسرت قد كنت اظن هذا كائنا حتى اذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصه وهي تبكي فقلت اطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا ادري ها هو ذا معتزل في هذه المشربه فاتيت غلاما له اسود فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت الى المنبر فجلست فاذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما اجد ثم اتيت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فاذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد اذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمل حصير قد اثر في جنبه فقلت اطلقت يا رسول الله نساءك فرفع راسه الي وقال لا فقلت الله اكبر لو رايتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وتهجره احداهن اليوم الى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر افتامن احداهن ان يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصه فقلت لا يغرنك ان كانت جارتك هي اوسم منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم اخرى فقلت استانس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت راسي في البيت فوالله ما رايت فيه شيئا يرد البصر الا اهبا ثلاثه فقلت ادع الله يا رسول الله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة، دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بي. فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من تسع وعشرين، أعدهن. فقال: إن الشهر تسع وعشرون. ثم قال يا عائشة: اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستامري ابويك ثم قرا علي الايه يا ايها النبي قل لازواجك حتى بلغ اجرا عظيما قالت عائشه قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه قالت فقلت اوفي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره. قال معمر: فاخبرني ايوب ان عائشه قالت: لا تخبر نساءك اني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ارسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتاده: صغت قلوبكما مالت قلوبكما. باب المطلقه ثلاثا لا نفقه لها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فصعلوك لا مال له انكحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامه فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن ابي حازم وقال قتيبه ايضا حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كليهما عن ابي حازم عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقه دون فلما رات ذلك قالت والله لاعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لي نفقه اخذت الذي يصلحني وان لم تكن لي نفقه لم اخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقه لك ولا سكنى حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن ابي انس عن ابي سلمه انه قال سالت فاطمه بنت قيس فاخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها فابى ان ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي، فاذهبي إلى ابن أم مكتوم، فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى، وهو ابن ابي كثير اخبرني ابو سلمه ان فاطمه بنت قيس اخت الضحاك بن قيس اخبرته ان ابا حفص بن المغيره المخزومي طلقها ثلاثه ثم انطلق الى اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقه فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة، وعليها العدة. وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي الى ابن ام مكتوم الاعمى فانك اذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت اليه فلما مضت عدتها انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد بن حارثه حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، حا: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن فاطمة بنت قيس قال: كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة. فارسلت الى اهله ابتغي النفقه واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان فاطمه بنت قيس اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيره فطلقها اخر ثلاث تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدقه في خروج المطلقه من بيتها وقال عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه بنت قيس وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا عمرو بن حفص بن المغيره خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن فارسل الى امراته فاطمه بنت قيس بتطليقه كانت بقيت من طلاقها وامر لها الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعه بنفقه فقالا لها والله ما لك نفقه الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقه لك فاستاذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سناخذ بالعصمه التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمه حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القران قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الايه قالت هذا لمن كانت له مراجعه فاي امر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قال طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثة فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا ابو احمد حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقه ثم اخذ الاسود كفا من حصن فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراه لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وحدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا ابو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن ابي اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث ابي احمد عن عمار بن رزيق بقصته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن سخير العدوي. قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبط وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي ابو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن ابي ربيعة بطلاقي وارسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت امالي نفقة الا هذا ولا اعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثة قال صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك بن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب، منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال. وابو الجهم منه شده على النساء او يضرب النساء او نحو هذا ولكن عليك باسامه بن زيد وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني ابو بكر بن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمه بن عبد الرحمن على فاطمه بنت قيس فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد، قالت: فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد، وكرمني الله بأبي زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقاً باتاً بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي. عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقه وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروه بن الزبير لعائشه الم ترى الى فلانه بنت الحكم طلقها زوجها البته فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حا وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها. وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجمله لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد اخبرني سليمان بن يسار ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كُريبًا. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثه قال قالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او غيره فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها، ثم قالت: «والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة». قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة". قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امراه من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة تحدث عن امها ان امراه توفي زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احدى كن تكون في شر بيتها في احلاسها او في شر احلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا؟ وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها". وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، وزاد، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد عن أيوب حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، وقد رخص للمرأة في طهرها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من قسط واظفار